سكر. اكسيدان والله نفسي بالوتير بس صراحة يعني تو تحفظ احفظ وانت زادك ولا احفظ اي واحد من الحكومة ولا مش غلل مني انا ولا كلام زي ده. اول حاجة وتير بدون فرن. انا قد دخلت بدون فرن وحتى صاحب الامر ذاته عارف. ها؟ ما عنده فرن. ما عنده فرن. وانت جاري حار كيف؟ ما جاري حار. لا شافوك بقى جاري حار مرة. لا جاري حار. ما جاري حار. انا اريد حاجة انا سيارة جبت من ليبيا. نقوم جاري حار نجم نمشي وضعي. قول تعرف ما يجي. قالوا لي تعبان. الاسكون ده تعبان شوية. لا تعبان معروف تعبان لكن ما لك تسوي. انت اجراء انت داير سوي ده؟ سوي. لكن بالنسبة لي أنا ها ما تحجي لي أنا أنا زول معلم ومعروف والله نوريك من الأخير يعني. وتير ده عنده فرن ولا ما عنده؟ فرن ما عنده. ما عنده فرن؟ نوريك حاجة واحد تو أنا وتير ده أنا خلي لك أنت هنا خلي سواق يسوق. أنا خلي سواق يسوق. ما لا أنا أوريك من الأخير يعني. براه بالنسبة والله كلام ما تزال أنت شغل مفاهمة بس. الحاصل شو الحاصل الحاصل يا العالم. الحاصل الخطر والله رماني فوق. كيف الخدر جاء؟ كيف انا نوريك حاجه واحد. شوف انا نوريك حاجه واحد. ماشي بس صحابي. ما تمشي فوقي انا خلي الصحافه يشوفني ولا خليه يوديني. جردني مره واحد يعني من الاخير. جمد من وين؟ من جمارك. من جمارك. جمد من جيلي. من جمارك خلاص. وجيت لخايف. جيت هذا الخدر حصل. وانت جاري هار ولا؟ احنا كان جاري هار المكان خشيت لي في بني ادم يا رجل. وسبب مشكلة ده مشكلة هنا شنو يعني مشكلة في السيارة بس مشكلة في السيارة من الأسباب يعني الفرملة ولا شنو فرينو هيدروليك تعبان يعني هيدروليك كل ما عنده والفرملة بقول انت ذاتك تعبان بقول انت ذاتك تعبان لا أنا ما تعبان لكن ناسان بس أنا ما تعبان أنا كان تعبان ما نجيبه من ليبيا من ليبيا ما نجيبه هنا وإذا أنت شارك ودخلته هنا ده أنا يوم دخلت ده سيارة ده ما عنده فرينو كلهم عارفين اي جين ذات باري واسهل وتير ده من هنا ولا ها خلي اي سواق يسوق قال لي سيد البيت اطرشت السياره شاهد الحادث قال الكلام القالاه السواق ده ما صحي سايق وهو سكران وما واجب يسمعه الاكسيدان ده وتير ده جاي قال انا قمام انا اوني انا يوين لاتي اتو وجاي كمان يا الشوفير ده كمان تعبان بحاله هو تعبان هو دروغي سكران هو دروغي سكران بس كي يوم جا خلاص يا راتي اتونو اندست في اتو ده سو اكسيدان ده كسر دور دور يوم جابودو بولي جابودو جندرم جابودو هي شنو ده قال شنو كانوا ما عنده خبر دونك ما عنده خبر Nadim Dogé, voilà, et puis un gros porteur comme ça. Manarfa qui kiff, Nas Masaïl, on a Wotilda, ou Masaïl, on a Mouamda, il y a Nadim Zaïda, Taban, Michel, dans le chip physiquement, il y a Nadim Taban, il y a Nadja, qui va quand même dans son accident. Comment ça va, casse? Non, non, casse, juste du matériel, le mur, presque 5 mètres, béton armé, cassera. Au matériel, 3 fûts d'essence, 2 fûts de gasoil, et puis d'autres divers. كل ده بخلينا نقول واجب البوليس على المرور يشيل مسؤوليته